المهم يا جماعة خبت إياكم تشاهدوا هذا المقطع حتى النهاية لأنه ضروري وأنا أتكلم معاكم بجدية. اوكي اول شيء يا جماعه بخير كثير اشخاص يا شباب تسالني فين الكودات اللي تعطيك اياها الشركه، هل انت داخل الشركه ولا طلعوك من الشركه؟ اوكي لان يا جماعه خير راح اخبركم بكل شيء. قبل بدايه المقطع مده طويله يا جماعه خير ما نزلت او ما وزعت عليكم اكواد يا جماعه خير لا في الانستغرام ولا في البودات المباشره ولا في اي منصه يا جماعه خير. فكثير اشخاص يا جماعه خير جات تسالني بالانستغرام وين الكودات. اوكي يا جماعه خير قبل اسبوع من الان او 10 ايام توصلت يا اصدقاء ب 60 كود من عند بدر يا جماعه خير، وايضا يا اصدقاء توصلت باكثر من 300 باكج او صندوق او ضب يا جماعه خير من عند شركه بويا تبع قرينه يا جماعه خير. فبدي اخبر لكم انه اليوم يا جماعه خير راح يكون عندنا اول باك مباشر على البويا تبع البودات المباشر يا جماعه. فبدي اخبركم يا جماعه خير انه الان حاليا بث مباشر كل الرومات وكل روم فيها 5 فائزين، 3 مراكز الاولى عندهم كودات و2 مراكز اللي بعدها عندهم كودات جواهر فري فاير. فانا عندي يا جماعه خير اكثر من 500 كود تبع جواهر فري فاير، وايضا يا جماعه خير توصلت من عند بويا يا جماعه خير كما قلت لكم 300 صندوق او دروب يكون توزيعهم داخل البث، يكون فيهم يا جماعه خير رقصات وهدايا وكثير اشياء اسطوريه، كل اللي عليك انك تضل في البث اكثر من 40 دقيقه. فيلا بدون ما نطول عليكم الان يا جماعه خير لازم اليوم نحرق تطبيق البويا. ايوه بالطريق الدخان، لا 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 راح احرق البيت. اوكي راح مو راح نحرقه بهذه الطريقه، راح نحرقه ب 20,000 مشاهده او 50,000 مشاهده داخل البث. نار 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 يا جماعه خير، تعالوا كلكم الرابط موجود في الصندوق يا اصدقاء، اول تعليق انا في انتظاركم، ضروري نوصل البث لل 50,000 مشاهد، اعرف اني عندي اقوى متابعين في العالم.